السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. صوتنا اليوم عبارة عن بريوش اللي تيجي خفيف وكذلك مكونات بسيطة، وكذلك غادي تشوفوا معايا الحشوة اللي غادي ندير نعمرو بها هذا البريوش اللي عبارة عن كريم باتيسير بالشوكولا ولا فاني، لكن المقادير ديال لا كريم الحشوه حتى من بعد باش يجي عندكم كلشي سهل ان شاء الله. يلا بقاو معايا. اذا عندنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء عامر، كاس تاع الحليب عامر، نص كاس تاع سنيده سكر، جوج بيضات. راني نخدمو غير بيضه وبيض ديال البيضه وصفرة البيضه نخليوها للدهن ديال البريوش ان شاء الله. كاس كبير، معلقه عفوا كبيره ديال الخل، نص معلقه ديال الملحه، فانيا وحده ها هي، ومعلقه كبيره ديال الخميره بودر. على الدقيق عندنا ان شاء الله 750 غرام حتى 800 غرام ديال الدقيق، على حسب الدقيق كيفاش كيكون ناشف. غناخذوا الدقيق الممتاز باش كيخرج لكم ديما الحلويات مزيانين، تنغربلوه على حسب. الوغ بالكاس العنبه كنعبر لكم سيداتي باش يجيكم كلشي سهل. عندي تقريبا 8 د الكؤوس، 7 ونص ديال الكؤوس تاع العنبه حتى 8 ديال الكؤوس. بقى معايا نعطيكم طريقه تاع التحضير. الوغ غادي نبداو كما قلنا، بسم الله على بركه الله على البوطه. غادي نديرو هذاك الكاس ديال الماء، وغنديرو كاس ديال الحليب ان شاء الله، وهذاك هذيك المعلقه كبيره ديال الخل. ها كتشوفوا معايا كلشي مستنى. غادي نخليو هادشي حتى يولي غير كيدفى، يولي بحال الا رايب غير شوي، ما يكونش سخون بزاف. هادي انت يا سيدتي، ها هو غير كيدفى كيولي بحال الا رايب، ها بحال داك الحليب كيتكلل فيه اللي كتحسوا به دفا. ها سيداتي مازال واحد شويه غادي دفا باش ما يخسرش لينا الخميره وما تطلعش لينا لي بريوش. ان شاء الله تبعوا معايا المراحل وغادي نصدق لكم البريوش احسن ان شاء الله. مازال ما دفاش، ها هو غير يولي بحال الا صافي. كنطفيو عليه بهذه الطريقه، كنطفيو عليه. شوف دابا هذاك اللي وجع لينا بحال رايب هكا، غنزيدوه دابا في العشانه. انا غنخدم في العشانه اللي ما عندوش يخدم بيدو، وخصو يتدلك مزيان هادشي كامل. كنزيد الزيت، كنزيد سنيده كامل المكونات اللي وريتكم، كنزيد نص معلقه ديال البكر بلا ما نعاودو، لافاني خميرة، غادي نديرو هنا كما قلت قبيله بيضة كاملة كما كتشوفو معايا، و بياض ديال البيضة. بقاو معايا سيدتي، هاهو الصفر نخليو هنا للدهن. نتمنى تكونوا متبعين معايا الطريقة مزيان. ها هو بيضة وبيض البيضة، هذا غادي نخليوه للدهن ان شاء الله. دابا غنجيو هادي درناها، غنجيو للطحين. ضروري من الطحين يكون مغربل، ضروري سيداتي. أنا غنجي نخدم معاكم كلشي باش تشوفوا بعينيكم. على هكا نديرو غير شويه باش يتخلط لينا الكل، هادشي باش يتخلط لينا. عندي الطحين دقه دقه، بقاو معايا سيداتي. هانتوما
نخلطو مزيان. كتشوفوا ها راه دابا كيتخلط مزيان كيتضرب مزيان. هادي دابا غنزيد باقي الطحين كامل غنزيدو انا معاك عاوتاني نرجع معاك. ما كتشوفوا معايا ها نتوما كتلك مزيان العجينه. ما عندكمش عجينه جنوبيه ولكن خاصها تكون بحال هكا ما تخافوش منها. هي راه العجينه مدلوقه مزيان. دابا غادي نسكب القف راه هي تعجنت مزيان كما كتشوفوا كما كتشوفوا سيدتي ها هي ما تخافوش منها خاصها تكون بحال هكا. اللي غنحطها فواحد الطبق باش نخليها تخمر ان شاء الله. درتوها بحال شي كره في هذا الطبق ما تخافوش منها واخا جاريه هكا حيت غادي تزيد تضعف. بحال هكا سيدتي كتشوفوا سيدتي كندهنوها بشويه تاع زيت المائدة ما تخافوش منها بحال هكا. وغادي نغطيوها بالسلوفان باش تدبر لينا هكا زيت نفخ ما تخافوش منها من هذاك الا كانت جاريه ما تخافوش هكا كما كتشوفوا. نعاودو نغطيوها بمنديل سمحوا لي لا تصوير نتسناوها واحد ساعة الا ربع كما قلت لكم ما تخافوش منها. ها هي كنخويوها من داك الهواء ديالها غادي ما نديرو ليها لا طحين لا والو. ديجا دهناها بالزيت فاش بغينا نسمو غادي نقلبوها دابا مباشرة على سطح العمل. يكون عندنا سطح العمل نقي كما كتشوفوا كنديروا ليها بحال هكا. ها هي سيدتي في زوينه العجينه ديالها كما كتشوفوا راه ما كتلصق ما والو. نخدموها هكا على شكل طول هكا وتقدروا تقسموا العجينه وتخبيوها في الكونجيلاتور راه ما كيطرى ليها حتى حاجه ديرها في بلاستيك بحال ديال البيتزا. غادي نقطع انا هاد العجينه ديالي بحال هكا على شحال ما بغيتو من القطعه. شوفوا الشكل اللي بغيتو انا كنديرهم شويه كبارين كيجيو زوينين بحال هكا. تبعوا معايا سيدتي نديرو غير هاد هكا يترس هكا جوج حاولوا يكونوا مقادين مع ستة ثمانية عشرة 12 14 قطعة. تبعي معايا سيدتي دائما حاجه القطعه اللي غليظه تقطعي منها تساويها ديريها في الاخرى. غادي نخدم بهم نيشان كما كتشوفوا كنهز كل قطعه كنكورها بحال هكا. يكون عندي لاطه ديال الفرن مدهونه بالزيت ولا بالزبده لكم اختيار كما كتشوفي سيدتي هانتي. ونديرهم مقادين بحال هكا شويه اللي لقيتها حسيت بها مقداش في الوزن ندير بحال هكا. ها هي سيدتي دور بحال هكا ونقادهم باش يجيونا مقادين الشكل ديالهم يجي مقاد بحال هكا ما تخافيش منها انتي سيدتي ما كتلصقش كيجيو غوارين هاد البريوش مفشفشين كما تنوريك هانتي سيدتي حطيهم مزيان يجيو كلهم مقادين. ها هما تحاولوا
قادتو انا دابا غير كنوريكم نتوما ولكم الطريقه، نتوما تعرفوا كيفاش كل طريقتها كيفاش تكور كلها. المهم كتشوفوا هاني خرجت الكبرات ديالي ديال الكريسات ديال البريوش. كما قلت لكم ديما خصهم يكونوا متساويين وديروهم بعدين لحقاش كيتنفخوا كيجيو غزالين. شوفوا كما كنوريكم كيفاش دايري. الوغ انا دابا غادي نخليهم مطوش عليكم. شعل الفران ديالي بما يسخن على 200 درجه ان شاء الله. غنخليهم واحد 5 دقائق بما يسخن ليا الفران بحال هكا. هانتوما ديروا علاش هادشي اللي قلتيتو عليه بلاستيكا ولا هذا باش 5 دقائق صافي بما يدخل ليا الفران بحال هكا. نعاود نغطيهم بهذيك السبيطه هكا. ومنين غادي يسخن ليا الفران ويتنفخوا 5 دقائق غادي نعاود ندهنهم بالصفر البيض اللي خلينا في الاول من البيض اللي حيدنا مع شويه ديال الحليب. ومنين غادي ندهنهم غادي نعاود نتلاقى معكم. كما كتشوفوا هي دازت 5 دقائق وسخن ليا الفران. انا زدت داك الصفر البيض زدت معاه شويه تاع الحليب كثروش بزاف ما يجي جاري. وكندهنوا لي بغيوج ديالنا مزيان هكا ما تعمروش لاطه ديالكم باش ما يتحرقوش ملي يكونوا كيطيبوا. انا ما كنديرش لهم لا الزنجله لا والو. اللي بغى يدير لهم الزنجله كيما حقاش انا غنعمرهم بالكريم باتيسيير من بعد. غادي تشوفوا بقاو معايا ان شاء الله مرحله مرحله ايطاب ايطاب باش ينجح لكم هذا البريوش ان شاء الله. راه كيجي غزال غير صبروا باش تخرجوا حاجه زوينه. انا كنطولت الفيديو باش تعرفوا من المرحله للمرحله اللي كندوز منها بهاد لي بغيوش باش يطلعوا لكم يخرجوا لكم زوينين وبنين صافي. غادي ندخلها نيشان الفران ديالي راه هو سخون. الوغ ملي غادي ندخلو دابا سخون الفران على 200 درجه غادي نقصو 180 درجه ونشعل عليه غير لتحت وغادي نتسناهم ونقابلهم حتى يطيبوا ليا. ثم كما كتشوفوا هاو ما طيطلعوا كيتنفخوا صافي. غادي نشعل عليهم الفوق باش نفتح عليهم الفران باش ما يهبطوش. هاو غنخليهم حتى يتحمروا ان شاء الله وغادي نتعاون نتلاقى معكم. نشعل عليهم الفوق كما كتشوفوا هو كنديرها 180 درجه وغنزيد واحد الشوي باش يتحمروا تلقاو منين تحمروا ان شاء الله. هانتي سيداتي كما كتشوفي ها هما خرجوا وخليهم يبردوا شويه. الوغ هذا اللي قلت لكم الكونفيتور فلاش كيخرجوا ما حدهم سخانين كندهنهم بهذا الكونفيتور جاري ديال الحلوه. هادو كيبقاو لك كيبريو. شوفي سيداتي تخي معايا ها شوف تبعي معايا المراحل راه كيجيو غزالين هاد بحال هكا. باغي نوريك كيفاش كيجيو. شوفي سيداتي ها بحال القطن. الوغ غتبقاي معايا ان شاء الله غنكملهم ونرجع معاك. سيداتي كندير لهم هكا كنبودريهم بسكر كلاصي حيت من بعد غادي نوريك الحشوه اللي غادي ندير لهم بما يبردو. وعدتكم باش غندير لكم حشوه ديال كريم باتيسيير لافاني. تبعوا معايا مرحله مرحله. نتمنى تجربوا هاد البريوش كيجيو غزالين. اسمحوا لي على التصوير او ما تنساونيش بجيم بارطاج فضلا ماشي امرا. ما كتشوفوا راه كيجيو غزالين هاد لي بريوش كما شتي قبيله راه وركت عليهم عاوتاني كيطلعوا. تلاقاو ان شاء الله مي بردو ندير لكم لا كريم مقادير ديال لا كريم باتيسيير شوكولا ولا فادي. راه كما قلت لكم ها هي لا كريم باتيسيير غنوجدها دابا. عندي جوج كيسان ديال الحليب يعني جوج معالق ديال السنيده وعندي جوج معالق ديال البودر كريم باتيسيير كنستعمل هادي. يعني دو بول غنخلط فيهم لا كريم باتيسيير. غادي نوريكم وحده ديال الشوكولاط وحده عاديه بلا فاني. وعندي هنا واحد لافاني اللي عنده سائله يديرها
عندي هنا شويه الشكلاط، كل واحد يدير على قد. ها غادي نجي نسخن هنايا الحليب، كاس ديال الحليب غنسخنو ديجا. انا هكا كنخدم لا كريم باتيسير ديالي باش كتزيني سهله. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نديرو جوج معالق ديال الفانيلا كما كتشوفو، وجوج معالق ديال لا كريم باتيسير. بيو معايا هكا، وغادي نخلطو فيهم، نخلطوهم بهذا الحليب. بيو معايا مراحل، كما كتشوفو غادي نشناو على هاد الكاس تيطيب. كما كندير هكا كنخدم انا على كريم باتيسير ديالي باش كتجيني ساهله ما كتكورش ليا. غنتسناو عليه الحليب حتى كيفيض، شي تيفيض غير يسخن، ونربطو عليه لا كريم ديالنا بحال هكا. خليكم تخدمو الفوي باش يجيكم ميبقاش ليكم حبوبات كما كتشوفو. خدمو مع التحريك حتى كتقاد ليكم لاكريم. غادي نتسنى لاكريم تاعي كتوجد ونعاود نتلاقى معاكم. كما كتشوفو ديك لافانيلا نزتها حتى لاخر باش تبقى ليكم نسمة، نبقى هكا عليها حتى كتختار لينا، ويعني مع التحريك باش ما تحرقش ليكم التحت وتعطيكم نسمة خايبة. نوجدو لي بول ديالنا بجوج، فين غادي نديرو على الشكلاط غنحطوه هنا، وهاد لاخرى غادي نديرو نزيدو ليها معلقة ديال الزبدة باش كتعطيها ديك لابريونس. بقاو معايا حتى توجد ان شاء الله. ها هي بدات كتختار، تبعو معايا مبغيتش نطول عليكم خاصها شويه خضرا ماشي بزاف باش تعمر لكم لابريونس ديالكم. نخدمو بواحد سباتيو شوفو التكستور ديالها شويه ثقيله ماكيش خفيفه بزاف ما تجيش ثقيله بزاف. كما تشوفو ها هي لا كريم ديالي شتات، حيت ملي كدار في الثلاجة غادي نديروها ان شاء الله من بعد فريكو كتقاد. تبعو معايا مرحلة مرحلة. غادي ندير نص هنا الشوكولا مع هداك هادي سخونة، هداك الشكلاط تاعنا غيدوب، وهنا مع ديك الزبدة هي غادي تدوب. هاد لا كريم باتيسيير قد ما بقات عندك في الثلاجة مزيانة، ماشي ضروري غتكمليها كلشي في هاد الحشوة، تقدري تعاودي ديري بغيوش ولا تخدمي بها في حوايج خرين. شوفي معايا سيداتي هادي الزبدة نتسناها حتى تذوب الكريم ديالنا سخونة. هاهي نتمنى يكون ان شاء الله التصوير كلشي باين ليكم. هادي واجدة ندوزو ديال الشكلاط كيما كتشوفو. أي شكلاط عندكم بغيتو تخدمو بيه خدمو بيه، أي شكلاط هانتوما كتشوفو مع لاكخيم راها سخونة
اكيد راه الشكلاط غادي يذوب دغيا. ها هي انا واجده كما كتشوفوا. دابا غادي نغطوها بالسيلوفان بحال هكا باش ما ديرش لينا القشره. تبعوا معايا غادي نديروها في الثلاجه بحال هكا لداخل بحال هكا، ما تخليوش الهواء يدخليها كما كتشوفوا. نتمنى يكون فيديو كيبان لكم. ومن بعد غنخليو هاد لاكريم تبرد لينا في الفريكو، غنديرو بحال اللي درنا لهادي غنديرو لهادي وندخلوهم الثلاجه يبردو. نستناو عليها حتى تبرد وغادي نطلقو باش نعمرو لابريوش ديالنا. حبيباتي كما كتشوفو ها هي درناهم بهنا باش تيتهم يبردو، راه بردو لينا. انا ديجا عمرت ثلاثه باش تشوفو كيفاش يجيو هما. انا غندير قدامكم طريقه ما حيت ما بغيتش نعمرهم كاملين حيت غندخلهم فريكو، نوريكم هي الطريقه. دائما تقطعوا من الوسط ما تقطعوش من التحت باش يلقى قاليك فين تشد لاكريم بحال هكا، وما تقطعوش حتى الاخر. شوفي سيداتي كي كيجيو من الداخل هما. غادي ندير شويه من لاكريم تاع الشكلاط داخل كما كتشوفوا بحال هكا غير شويه، وراكم باختيار وشويه من لاكريم ديال لافاني. شوفي كي كتجيو، يا اما ديروها هكا ولا تقلبوا ديروا وحده هكا ولا وحده هكا، يعني الشوكولا الاول ولا الشوكولا الثانية. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وجربوهم وديروا لي لايك بارطاجيو. شكرا بزاف حبابي وسمحوا لي على التصوير. إلى الفرصة القادمة وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.